يدخل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بطولة العالم للرجل الحديدي في كونا، وعيون سموه ترمق الذهب للتوشح به، وسينطلق السباق عند الساعة 6 صباحا بتوقيت كونا، 7 مساء بتوقيت البحرين، بمشاركة 3000 مشارك من مختلف دول العالم. سموه أكد أنه بات على أتم الاستعداد للمشاركة في السباق العالمي، وعيونه ترمق تحقيق إنجاز جديد يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات أبطال العالم للرجل الحديدي. وأضاف سموه: جاءت اللحظة الحاسمة واقترب السباق من الانطلاق، وتفصلنا بينه وبين إطلاق إشارة البداية سويعات قليلة، لندخل في تحد جديد في بطولة عالمية كبيرة يكون هدفنا تحقيق إنجاز باسم البحرين والتأكيد على دورها العالمي في رياضة التريثلون التي باتت البحرين مركزها في الشرق الأوسط. جاء ذلك بعد أن شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفل افتتاح بطولة العالم للترايثلون، وذلك بمشاركة العديد من لاعبي العالم. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: عندما تنظر إلى القائمة النهائية للمشاركين في السباق وتقع عيونك على أبطال يحملون تاريخا ناصعا في بطولة العالم، تدرك أن السباق لن يكون سهلا في الاحتفالية بمرور 40 عاما على تنظيم بطولات العالم، وأن الجميع ينظر إلى تحقيق المراكز المتقدمة، وسيعمل أبطال العالم على تسخير خبرتهم من أجل الوصول إلى الهدف المرسوم له، الأمر الذي يزيد من تعقيدات السباق باعتباره من أصعب السباقات العالمية وأقواها. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن أمله بأن يوفق في تحقيق نتيجة إيجابية في السباق تتوج مجهوداته وتحضيراته القوية، والصعود على منصات التتويج والتوشح بالذهب في بطولة مهمة واحتفالية كبيرة سيشارك فيها أبرز أبطال العالم.